السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن الجدول الدوري، العناصر الممثلة والعناصر الانتقالية. الجدول الدوري يحتوي على العناصر الممثلة اللي هي مجاميع من 1 إلى 8، هذه تشتهر بأنه الإلكترونات الخارجية موجودة أما في الأوربيتال S أو الأوربيتال P، وممكن أن تفقدها وتكون لي أيونات موجبة أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. بينما العناصر الانتقالية اللي موجودة في مركز الجدول الدوري هذه مشهورة بوجود أوربيتال دي، دائما كل دورة أكو بيها 10 عناصر، لأنه الدي هو عبارة عن 5 أوربيتالات ثانوية وكل أوربيتال يأخذ إلكترونين، إذا موجود عندي 10 عناصر. أما المجموعة الأخيرة فهي اللانثينايدز والأكتينايدز، اللانثينايدات والأكتينايدات، وهذه ناتجة من وجود عناصر 4F و5F أوربيتالات، 4F و5F بشكل متتالي في اللانثينايدز والأكتينايدز. هذا الجدول الدوري، نظرة بسيطة عليها راح نشوف في أقصى اليسار وأقصى اليمين موجود عندي مربعات بيضاء بها عناصر. هذه العناصر هي اللي نسميها الريبريزنتاتيف إليمنتس أو العناصر الممثلة، مثل ما تشوفون عندي 1A و2A ثم تروح 3A و4A إلى 8A. 8A طبعا هي العناصر الخاملة أو العناصر النبيلة، وأخذناها بالمحاضرات السابقة كل مجموعة تمثل. الآن الخط الأزرق المتعرج، الخط الأزرق أو الخط الأسود المتعرج اللي على يمين أو يسار عندي مربعات زرقاء، هذا هو الحد الفاصل بين عناصر الفلزات اللي هي على اليسار وعناصر اللافلزات اللي هي على اليمين. المربعات الزرقاء تحتوي على عناصر هي تحمل الصفتين، يعني تحمل صفة الفلزات وتحمل صفة اللافلزات، فهذه نسميها أشباه الفلزات، أشباه الفلزات نسميها ميتالويدز باللغة الإنجليزية، ميتالويدز أو أشباه الفلزات. اللون الوردي اللي بالوسط هي العناصر الانتقالية، مثل ما تشوفون كل دورة بها 10 عناصر، لأن كل دي عندي هنا 3D و4D و5D و6D نزولا للأسفل، فكل مجموعة دي تحتوي على 10 عناصر، لأنه دي يمتلك 5 أوربيتالات وكل أوربيتال يمتلك إلكترونين حسب زيادة العدد الذري للعناصر الانتقالية في نفس الدورة. الخطين اللي بالأسفل، الخط الأول اللي هو اللانثانايدز أو اللانثانايدات، هذا يمثل العناصر اللي تمتلك أوربيتال 4F، أوربيتال 4F، الF يمتلك 7 أوربيتالات ثانوية، فلو تشوفون هاي العناصر هي بالضبط 14 عنصر، كل مرة يزيد إلكترون في هذه المجموعة. المجموعة اللي بالأسفل نسميها الأكتينايدات، وهذه أيضا 14 عنصر في كل دورة، لكن هذه 5F، إذا عندي 4F و5F ينتهي جدول الدوري. هذا اللي موجود في العناصر اللي احنا نحاول أن ندرسها. طبعا أكو مزيج من المواصفات أو الصفات أو التصرفات الكيميائية لكل هذه المركبات، راح نجي عليها ونشوف علاقتها بالجدول الدوري. هذا مثل ما قلنا الخط الأسود المتعرج هو مثل الحد الفاصل بين الفلزات واللافلزات. العناصر اللي على جانبي الخط المتعرج باللون الأزرق هي أشباه الفلزات، مثل عندي السيليكون والجرمانيوم. هذه الاتجاهات أو المواصفات للعناصر بالجدول الدوري. عندي الايونيزيشن انرجي والالكترونيجاتيفيتي للمركبات،
إذن الأيونيزيشن إنرجي يعني قابلية فقد الإلكترون وتحول إلى أيون موجب، وكذلك السالبية الكهربائية تزداد من اليسار إلى اليمين. هذه الصفات، صفات طاقة التأين والسالبية الكهربائية تزداد من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري وتقل من الأعلى إلى الأسفل. أمثلة عندي بنفس الجروب 1 عندي الليثيوم والصوديوم، الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والربيديوم والسيزيوم. شو يصير بها؟ طاقة التأين راح تقل من الأعلى إلى الأسفل. عندي الفلور والكلور والبروم واليود في نفس مجموعة الهالوجينات، أيضا طاقة التأين من الأعلى للأسفل راح شو يصير بها؟ تقل، لكن السالبية الكهربائية تزيد من الأسفل إلى الأعلى، وكذلك الأيونيزيشن إنرجي. هذه عن العناصر الممثلة اللي بالجدول، يعني ما عدا العناصر الانتقالية صفات عامة، أنه نفس العمود يحتوي على نفس العائلة وإلى نفس المواصفات الكيميائية. الحرف بي دائما أول عنصر بكل جروب بكل مجموعة، هو يمتلك صفات تختلف بعض الشيء عن عناصر المجموعة المتبقية. الصفات الفلزية metallic properties تزداد كل ما ننزل بالعمود من الأعلى إلى الأسفل، يعني العناصر اللي في أسفل كل مجموعة الصفات مالتها تزيد. مثال بسيط على هذا، مجموعة الفور أي اللي هي تبدي بالكربون، خلينا نرجع للجدول الدوري. هذه مجموعة فور أي، شوفون أول عنصر أنا عندي الكربون، والكربون هو لا فلزي. ثم نروح إلى أشباه الفلزات اللي هي السيليكون والجرمانيوم، ثم عندنا القصدير والرصاص هي فلزات. إذن صفات الفلزية تزداد كل ما ننزل إلى أسفل الجدول الدوري. الصفات العامة الأخرى تختلف بشكل متباين. أغلب العناصر الموجودة بالجدول الدوري لا توجد بشكل حر، إنما توجد مرتبطة في مركبات. فعالية العناصر أو فعالية الفلزات تقل من اليسار إلى اليمين، كل ما نتجه من اليسار إلى اليمين تقل فعالية الفلزات. يعني تشوف في أقصى الجدول الدوري إلى اليمين هي تتحول إلى لا فلزات. إذن الصوديوم فعالية الصوديوم أكثر من المغنيسيوم، وهذا أكثر من الألومنيوم، لأن كلهم في نفس البريود. ثم تزداد من الأعلى للأسفل. إذن أنا عندي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم بنفس الجروب، الليثيوم بالأعلى، إذن قابلية الليثيوم أو فعالية الليثيوم أقل من الصوديوم، وهذا أقل من البوتاسيوم، وهكذا. فعالية اللافلزات تزداد من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري وتقل من الأعلى إلى الأسفل. فعندي النيتروجين أقل فعالية من الأكسجين، وهذا أقل من الفلور في نفس البريود. بينما أجعل جروب، الجروب اللي هي الهالوجينات، الفلور يكون أقوى من الكلور، والكلور أقوى من البروم. هذا السؤال حتى نطبق المفاهيم اللي افتهمناها. Which is the larger atom? الليثيوم لو السيزيوم؟ الليثيوم طبعا بالأعلى، إذن الحجم يزداد من الأعلى للأسفل، كل ما ننزل للأسفل الحجم يزداد. لماذا؟ واي، لأنه مدارات أخرى تنضاف. الليثيوم بالمدار الثاني اللي هو ال، بالمدار الثاني، بينما السيزيوم بالمدار الرابع. السيزيوم بالمدار الرابع. السؤال الآخر، which atom is larger؟ الصوديوم لو الكلور، احنا بنفس البريود الصوديوم صار على اليسار والكلور على اليمين في نفس البريود.
الكلور يحتوي على عدد بروتونات أكثر، فتجذب الإلكترونات إلها أقوى، فيقل الحجم الذري. إذا الصوديوم أكبر من الكلور لهذا السبب، لأن بروتونات الصوديوم أقل من بروتونات الكلور، وهكذا. السؤال الآخر، which is more reactive، ياهو الأكثر فعالية؟ عندي الليثيوم والسيزيوم. الليثيوم بالأعلى، احنا قلنا كل ما ننزل بالعمود كل ما تزيد الفعالية، إذا السيزيوم ذو فعالية أقوى. السؤال الثاني، الصوديوم لو الألمنيوم بنفس البريود، ياهو الفعالية؟ احنا قلنا اللي في أقصى اليسار أكثر فعالية، إذا الصوديوم هو أكثر فعالية. سؤال آخر، الفلور أو اليود؟ طبعا اللي بالأعلى تكون فعاليته أكثر، تكون فعالية أكثر، إذا الفلور يكون ذو فعالية أكثر. وعندي الفسفور والكلور، طبعا الفسفور أكثر فعالية لأنه إلى اليسار. أيضا عفوا، فعالية الفلور واليود، احنا قلنا الفعالية تزداد كل ما ننزل بالجدول الدوري، إذا فعالية اليود أقوى من فعالية الفلور. ناخذ نماذج من هاي الجروبات الثمانية. الجروب 1A دائما عندي NS1، يعني 1S1 بالأوربيتال الأول و2S1 بالأوربيتال الثاني و3S1 بالأوربيتال الثالث، اللي هي على التوالي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم. تفقد هذا الإلكترون بسهولة، دائما تكون لي أيونات أحادية التكافؤ الموجب، أحادية التكافؤ الموجب. هذه تكون أحادية التكافؤ. الهيدروجين، ناخذ أمثلة من عندنا. الهيدروجين هو تقريبا ثيرد موست أبندنت إليمنت إن هيومن بودي، هو ثالث عنصر وفير في جسم الإنسان، وهو موجود بشكل كبير في الجو. أيضا H2 موجود بالجو، وموجود بقشرة الأرض، وموجود في البحار والمحيطات. هذا الهيدروجين لأنه غاز. الفلزات، أنا عندي الليثيوم والنيكل والبوتاسيوم، معروفة جدا نسميها الألكالي ميتالز. هذه دائما تكون أكاسيد وهيدريدات اللي دائما تكون قاعدية. فمثلا فلز، سواء عندي الصوديوم أو الليثيوم أو البوتاسيوم، تتفاعل مع المي راح تنطيني قاعدة KOH أو NaOH، يعني دائما أكو عندي OH أكويس، فيكون محيط قاعدي. المجموعة الثانية اللي هي تبدي بالبريليوم ثم المغنيسيوم ثم الكالسيوم والى اخره، دائما تكون نسميها الالكالاين ايرث ميتالز. هذه ان اس 2، يعني الان يمثل لي رقم المدار، واس 2 موجوده، هذه تمتلك الاس 2 مشبع اوربيتال اس. ف ممكن الالكترونات هذه تفقدها الفلزات حتى تكون لي ايونات موجبه ثنائيه. الكالسيوم والمغنيسيوم most common metals in human body، من العناصر المعروفة والعامة جدا في جسم الإنسان. الكالسيوم والمغنيسيوم هما أيضا موجودة بالماء العسر، في الماء العسر موجودة أيوناتها، والكالسيوم يرسب الفلوريدات من الماء. الكالسيوم يرسب الفلوريدات من الماء لأن ذوبانية فلوريد الكالسيوم تساوي 4×10^-11. المرمر عندنا من أمثلة يعني مركبات الكالسيوم، المرمر اللي هو CiCO3 converted to CiSO4 by acid rain. الأمطار الحامضية اللي هي عبارة عن أكاسيد الكبريت، والماء تكون حامض الكبريتوز أو حامض الكبريتيك، تذوب CiCO3 يتحول إلى كبريتات الكالسيوم، إلى ملح رخو. كل أكاسيد الأكاسيد والهاليدات لهذه العناصر تكون مركبات أيونية
ما عدا حالة البيريليوم. البيريليوم فورمز كوفالنت كومباوند. البيريليوم اللي هو أول عنصر من هاي المجموعة يكون مركبات تساهمية. مجموعة الثلاثة أي اللي هي مشهورة بـ NS2 NP1، يعني في كل مدار عندي أوربيتالات S مشبعة والبي يحتوي على إلكترون واحد، يحتوي على إلكترون واحد. هذه showing increasing metallic character moving down the group. كل ما ننزل جوا كل ما تزيد الصفات الفلزية. عندي البورون والهيدروجين covalent compounds بورين. البورون والهيدروجين يتصلون مع بعضهم يسوون مركبات تساهمية نسميه البورينز، وعادة يكون very reactive electron deficient unusual pH B bond. الألمنيوم نموذج من هذه العناصر، هو ثالث عنصر موجود بقشرة الأرض. كل الطين اللي موجود تربة الأرض هي عبارة عن سيليكات الألمنيوم، فحقيقة تكون بنسبة كبيرة جدا وموجود بالهواء، وتقريبا من كتلة الأرض يكون 8% الألمنيوم. expensive to recover، استرجاع أو استخلاص الألمنيوم غالي جدا، وهو فعال جدا، يكون طبقة من الأكاسيد تحمي بقية جسم الألمنيوم، لأنه نسميه بازيفيشن، يسوي طبقة واقية من الأكاسيد اللي تعتبر بعدين خاملة وتغطي قلب السبيكة بحيث ما تتفاعل ويا أكسجين الجو. الجروب الرابعة اللي هي رقم الأوربيتال N، دائما الأس 2 مشبع والبي يحتوي على 2، فإذا من الاس الى البي ينتقل يكون لي عواصر رباعيه، او هذا اللي موجود عندنا بالكربون، والسبب الكربون موجود بالمركبات العضويه، ملايين من المركبات موجوده بالطبيعه. السيليكون هو ثاني عنصر بمجموعه الجروب 4A، وايضا هو second most abundant element on earth crust. مثل ما قلنا قشرة الأرض هي عبارة عن سيليكات الألمنيوم، فهو ثاني عنصر متوفر، تقريبا يكون 26% من كتلة قشرة الأرض. الكربون مثل ما نعرف هو ثاني عنصر متوفر في جسم الإنسان، تقريبا 18% من المركبات المعروفة عن الكربون عندي الماس والجرافيت والفحم. إذن دايموند وجرافايت وكول، كول هو حجر يعني الفحم الحجري أو الفحم بشكل عام. عندي الكربون مونوكسيد يتصل مع الهيموغلوبين 100 مرة أقوى من الأكسجين، ولهالسبب الناس تسمم بأول أكسيد الكربون. هذا مثال على الفعالية. كذلك عندنا ثاني أكسيد الكربون يذوب الماء يكون الماء حامضي، والسكر هو عبارة عن متسلسل من CH2O، يعني كربون مرتبط بجزيئة ماء، وممكن أن يتم تخمير السكريات بحيث ينطيني الإيثانول أو الكحول. الرصاص أيضا من هاي المجموعة يكون سام، ووجود الرصاص في البنزين كان يكون مركبات رباعية الأوجه، والاستخدام الرئيسي للرصاص الآن هو في صناعة البطاريات. مجموعة خمسة النيتروجين هو أشهر واحد، وكذلك الفسفور. النيتروجين بالجو N2 يشكل 78%، يعتبر خامل، لكن عمليات تثبيت النيتروجين اما عن طريق البكتيريا يتم تثبيته في الارض كول مركبات نترات او امونيوم سولت او غيرها، وكذلك موجود في جسم الانسان، او يتم تثبيت النيتروجين بواسطه البرق. البرق يكون اكاسيد النيتروجين تنزل مع الماء على شكل امطار حامضيه، لكن تعتبر مخصبات للتربة، ويتم حاليا تصنيع الأسمدة صناعيا يعني تثبيت النيتروجين.
استخدام النيتروجين بالمتفجرات مثلا مركبات كثيرة تحتوي على النيتروجين الهيدروجين الكربون أو الأكسجين مثال التي أن تي. الفسفور من نفس المجموعة الخامسة موجود بجسم الإنسان بالعظام بالسوائل على شكل H2PO4 أو HPO4 زائد NH، موجود داخل الأحماض النووية على شكل ATP نسميه أدينوسين تراي فوسفيت. هذه زائدا الماء راح تنطيني ADP و HPO4 زائدا طاقة، و الرياكشن ستراكشرز. المجموعة السادسة من أمثلتها عندي الأكسجين، الأكسجين طبعا معروف موجود في الهواء بنسبة 21%، و يشكل الأكسجين 49% من كتلة الهواء رغم أنه نسبته 21%. الطبقات الجو العليا موجود على شكل أوزون، الأوزون يمتص الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الفضاء الخارجي يمتصها وينهيها بحيث ما توصل إلى سطح الأرض، ولو وصلت بعض أنواع الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض راح تؤدي إلى تكون سرطان الجلد أو العمى أو أمراض كثيرة جدا. فهذه سبحان الله فائدة للبشرية. الأوزون طبعا سام جدا وأنتي بكتيريال بروبرتيز، يعني هو قاتل للبكتيريا، ولهالسبب في بعض مصانع المياه المعدنية يستخدمون الأوزون لتعقيم القناني حتى تقتل البكتيريا اللي موجودة بها. عندي من المجموعة هذه الكبريت، والكبريت معروف يعني إنتاج حامض الكبريتيك في صناعات عديدة جدا، وأيضا غازات الكبريت بالجو تختلط مع الماء بحيث تكون لي الأمطار الحامضية اللي مثل ما قلنا قبل شوية تأثر يمكن على الرخام والمرمى وعلى المباني بشكل كبير جدا. السيلينيوم من عناصر المجموعة السادسة هذه. السيلينيوم له علاقة كبيرة جدا بالسرطان، فهو مسبب وعلاج في نفس الوقت. البولونيوم من العناصر المشعة، وهذا يكون ألفا بارتيكل إميتر، ينطي جسيمات ألفا اللي هي خطرة جدا على الإنسان أو على كل الخلايا الحية. المجموعة سبعة أي اللي هي الهالوجينات، والهالوجينات مثل ما نعرف بالجدول الدوري لو نشوفها فلور كلور بروم يود، ذن الأربعة أو نسميها على شكل X2، found in nature على شكل X أو X2 مثل NiCl NiF، يعني أما على شكل أملاح ويا الفلزات أو على شكل غازات مثل عندي ال Cl2 أو ال Br2 أو ال I2، مؤكسدة قوية جدا و ممكن أن تزيل الإلكترونات من بعض الذرات. أمثلة عليها الفلورايد أو الفلور، strong acids HCl HBr HI but not HF. ال HF يعتبر حامض ضعيف، لماذا؟ بسبب وجود العناصر الهيدروجينية بين جزيئات الحامض، فإذا هو ذو نقطة غليان عالية وذو فعالية خفيفة تجاه الحوامض. بشكل عام يذوب هذا بالأملاح الكلوريدات البروميدات إلى آخره، والإنتروبي does not favor F. الجروب 8A أو المجموعة 8A هي العناصر النبيلة، بشكل عام هي تكون خاملة غير فعالة، لا توجد مركبات بالطبيعة تحتوي على الهيليوم أو النيون أو الأرغون. حديثا تم اكتشاف انها مركبات تحتوي على الزينون او الكريبتون مع الفلور والاكسجين. ننتقل الان الى العناصر الانتقالية. مثل ما قلنا شنو العناصر الانتقالية؟ هي موجودة في وسط الجدول الدوري، تختص بامتلاك اوربيتال دي. اوربيتال دي يحتوي على 5 اوربيتالات ثانوية، وكل اوربيتال يحتوي على الكترونين. إذا في كل دورة من العناصر الانتقالية توجد 10 عناصر أو 10 فلزات. بعض مواصفات العناصر الانتقالية،
أولا للعناصر الانتقالية أكثر من حالة تأكسد، أكثر من حالة تأكسد، يعني زائد واحد زائد اثنين زائد أربعة، هسه راح نشوف مثال. وكذلك أغلب مركباتها ملونة بها صفات مغناطيسية، تمتلك صفات مغناطيسية راح نشرح ليش. وكذلك تكون سلسلة من المركبات اللي نسميها كومبلكسز، معقدات، لأنه أوربيتال دي من يكون خامل يتقبل إلكترونات من جزيئات أخرى من ذرات تحتوي على زوج غير مشترك من الإلكترونات، فتكون عناصر تسوي أواصر تناسقية وياها وتكون مركبات ثابتة جدا. ولهالسبب يتم استخلاص هذه العناصر اللي هي ثمينة من ضمنها الذهب والفضة والبلاتينيوم، يتم استخلاصها بواسطة تكوين معقدات أو مركبات مخلبية. وأيضا هي ممكن أن تشوف أكثر قلنا من أوكسيديشن ستيت، هذا عندي الفاناديوم، تشوفون هنا عندي ريدكشن أوف فاناديوم 5 باي ميتاليك زنك، من نجي نختزل الفاناديوم اللي تكافؤ 5 بالزنك راح ينطيني سلسلة من التكافؤات. فعندي أول مرة VOH2O by 5 زائد 2، إذا فناديوم ثنائي يكون بلو، فناديوم ثلاثي يكون جرين، فناديوم ثنائي مرة أخرى يكون فايوليت بنفسجي، والVO2 اللي هو حالة رباعية يكون يلو أورنج. وmany of their compounds are colored. التوزيع الإلكتروني بالعناصر الانتقالية يكون مثل ما تعرفون إنه إحنا عندنا، نجي بالجدول الدوري، الهيدروجين، الليثيوم، البريليوم، البورون، الكربون، النيتروجين، الأكسجين، الفلور، ثم النيون، هذه العشرة الأولى. العشرة الثانية تنتهي بالأرجون اللي هو 18، الأرجون يحتوي على 18 بروتون يعني 18 إلكترون بالخارج. ثم عندنا الدورة الرابعة اللي هو البوتاسيوم والكالسيوم. إذا البوتاسيوم حتى نسوي التوزيع الإلكتروني به نقول الأرجون بين قوسين معناها إحنا ماشيل 18 الكترون، فالارجون بين قوسين، ثم يتم تعبئه ال 4s1 الكترون واحد بال 4s، ثم الكالسيوم ايضا الارجون و 4s2، هذه كلها العناصر اللي هي بال ريبريزنتيف اليمنتس. بعدين يبدي عندي الاسكانديوم، العناصر العشره بالدوره الاولى مطلوب حفظها، هذه العناصر العشرة اللي موجود: سكانديوم، تيتانيوم، فناديوم، كروميوم، منغنيز، حديد، ايرون، كوبالت، نيكل، نحاس، ثم الزنك. هذه 10 مركبات التوزيع الالكتروني بها. السكانديوم هو عبارة عن الارجون يعني هاي 18 راحت، ثم 3D راح يحتوي على الكترون واحد، هذا اول الكترون بال 3D. عادة عندنا الفورس يتم ملء الفرأس قبل الـ 3D، لكن عندما تتحول إلى أيونات يروح الإلكترون يروح من الفرأس ويبقى الـ D orbital. عندي التيتانيوم 3D2 إلى أن أخير شيء عندي الزنك اللي هو 3D10 4S2. الأربعة S is filled before 3D. لاحظ أنه الأربعة S 4S تنملي قبل الـ 3D، لكن عندما تتأكسد يعني عندما يتم سحب الإلكترونات الـ 4s electrons are lost before the 3D، تروح أول ما الإلكترونات من الـ 4s orbital، وبعد تنتهي اللي بالـ 4s تبدي تروح من الـ 3D. فمثال على هذا عندي التيتانيوم هو ثاني عنصر، مثل ما تشوفون بعد الشريحة هنا، التيتانيوم عبارة عن أرجون و 3D2 4S2. الآن التيتانيوم يتأين، فالتيتانيوم زائد 2 أول ما يفقد من الـ 4S
فصار عندي تيتانيوم زائد 2 أرجون 3D2 4S0. أول ما راحت من الفور اس صار عندي تيتانيوم زائد 3 صار أرجون 3D1 4S0، والتي اي 4 راح من الأرجون اللي هو 3D0 4S0. تي اي 5 لا يوجد لأن ما عندي إلكترونات بهذا الجانب. حالات التأكسد مثل ما قلنا يعني كل عنصر ممكن أن يستمر يفقد إلى أن يبقى بالدي صفر، يعني يظل يفقد الفور اس وبعدها يبدي يفقد الثري دي الكترون، فيكون لي حالات تأكسد حسب الالكترونات الموجودة. فشوفوا الاسكانديوم فقط ممكن أن ينطيني ثلاث حالات، اسكانديوم زائد ثلاثة لأنه بالاس 2 وبالدي 1، بينما المنغنيز موجود عندي بال 3D 5، ما دام موجود نص فهو يفقدها، بس اذا كان مزدوج ما يفقدها. فال 3D عندي 5 وال 4S عندي 2، فممكن ان يكون MN زائد 7، MN زائد 7. الاتجاه من الاسكانديوم الى المنغنيز ماكسيموم اوكسيدين ستيت بيكم انكريزنجلي انستابل، كل ما تزيد حاله التاكسد او عدد التاكسد كل ما يكون الايون غير مستقر. فاذا اسكانديوم اوكسيد اللي هو Sc2O3 ستيبل اوكسيد، لكن المنغنيز زائد 7 نسبه ايزلي ريديوس، ممكن ان يتم اختزاله مره ثانيه بحيث MN زائد 7 راح ينتهي MnO4 ماينس. الماجنتيك بروبرتيز الصفات المغناطيسيه، احنا قلنا عندنا اوربيتالات 5، عد ما تكون بالاوربيتالات الكترونات منفرده، فالايون او الذره راح تنطيني صفات مغناطيسيه، عد ما تكون مزدوجه فقط بالذرات لا تحمل الذره في هذه الحاله اي صفات مغناطيسيه. فاللي تحمل صفات مغناطيسيه نسميها بارا ماجنتيك، واللي ما بها صفات مغناطيسيه نسميها دايا ماجنتكس. عادة العناصر الانتقالية تمتلك بشكل عام يعني صفات مغناطيسية نسميها بارا ماجنتيك، لأنها تحتوي على أمبيرد دي إلكترون، عندما تكون إلكترونات غير مشتركة في الدي فتحمل هذه الصفات. مثال التي آي زائد 2، يعني حتى مركبات التيتانيوم زائد 2 تحتوي على الكترون واحد بالدي، الاثنين عن فقدت من الاس، فاذا لها صفات مغناطيسيه. والام ان زائد 2 ايضا تمتلك هذه الصفات. الايونات، ايونات العناصر الانتقاليه ممكن ان تتقبل الكترونات، يعني الاوربيتالات الفارغه تتقبل الكترونات من جزيئات واهبه تحتوي على زوج من الالكترونات غير مشترك، يعني كل الجزيئات اللي بها نيتروجين او اكسجين ممكن ان تسوي معقدات ويا العناصر الانتقاليه. فهذه نسميها الليجاند بوند تو متال ايونز متال كومبلكس، راح تسوي لي معقدات او نسميها مركبات تناسقيه كوردينيشن كومباوندز. الكوردينيشن نمبر هو عدد الالكترونات او عدد الذرات اللي تهب الالكترونات وتكون عواصر تناسقيه، فممكن ان تكون 2 ممكن ان تكون اكثر. مثال على هذا عندي العناصر او الفلزات الانتقاليه نسميها لويس اسيد، حامض لويس لانه يتقبل الالكترونات من جزيئات واهبه، بينما الليجند او المركبات المخلبيه اللي تنطي الكتروناتها نسميها لويس بيس. فالليجند موليكول او الجزيئات اللي ممكن ان تهب الكتروناتها مثل الفلور الكلور البروم السي ان الثايوسيانايد الاس سي ان والان او 2 الى اخره. النيوترال ليجندز الامونيا، يعني اما تكون ايونيه انايونز ممكن ان تكون متعادله مثل الامونيا والماء واول اكسيد الكربون.
ايش وقت تكون عندنا مونودنتيت؟ مونودنتيت هي احاديه الآسرة الواهبه، يعني تسوي آسرة واحده فقط بها تو كلوز تو هولد اون تو متال دي اوربيتالز two or more functional groups on ligands that have lone pair. مثال ال NH2 CH2 CH2 NH2 هذه نسميها بايدنتات اثيلين داي امين، او احيانا نرمز لها بالحرف EN. هذه بها مركزين ممكن ان ينطي فنسميها بايدنتات. امثله بسيطه على هذا، هذه جزيئه ال البورفين، بورفين موجودة ضمن مجموعة الهيموغلوبين ضمن الدم، وكذلك هذا الكوبالت يأخذ 6 جزيئات من الـ EDTA. الهيم اللي هو أيضا ضمن الهيموغلوبين موجود به حديد، الحديد يكون، الحديد هو من العناصر الانتقالية خاصة الحديدوز، أما إذا صار الحديدي فما يعمل بالدم، يتسمى من سميه. فهذا الحديد ممكن أن يأخذ مجموعة من الإلكترونات من جزيئات واهبة ويكون لي عواصر تناسقية. الكليت إفكت أو تأثير الصفات المخلبية أنه كثير من العناصر الانتقالية ممكن أن تأخذ كذا عدد من الجزيئات اللي تمتلك، أو نسميها الجزيئات المخلبة أو اللي تمتلك ذرات الأكسجين أو النيتروجين. فشوف هنا ممكن تاخذ 2 أو 3 أو 4. صفات الترانزيشن ميتالز بشكل عام، ترانزيشن ميتال كومبلكسز هاف ديفرنت بروبرتيز. اولا تكون ملونه ما عدا مركبات الزنك والاسكانديوم، تكون مركبات بيضاء. الذوبانيه تعتمد على نوع المعقدات اللي تكونها، وعادة الذوبانية المعقدات تكون أقل من ما لو كانت فري أيون. الفضة هي من العناصر الانتقالية، عملية اختزالها محسوبة شديد، وكذلك مركبات الفضة. استخدامات العناصر الانتقالية استخدامات كثيرة جدا، لكن كل عنصر على حدة. فمثلا التيتانيوم هو lighter and stronger than steel، أخف لكن أقوى من الفولاذ. التيتانيوم وسبائكه تستخدم في الجت انجن، في المكائن النفاثة والطائرات، وسبيشال هاي تمبريتشر ابليكيشن لدرجات الحرارة العالية، وري انتري شيلد اوف ابولو كبسولز، إذا حتى في المركبات الفضائية هذه تستخدم. البناديوم معروف البناديوم حقيقة، أيضا سبائك البناديوم تكون قوية جدا متانة، ويستخدم في مركبات البناديوم تستخدم كأوكسيدايزنج ايجنت يعني كاتاليست. الكروم موجود بالستينلس ستيل ويستخدم بسبائك كثيرة، وكذلك المنغنيز. أكاسيد الكروم، كروميوم أوكسيد اللي هو Cr2O3 أبرسيف، يعني ايش نطلق عليه، الورق الخشن لغرض التنعيم، شعبيا نسميه تاغجام، وهو سيمي كوندكتر وجرين بيجمنت للاصباغ ايضا يستخدم، وهو امفوتيريك يعني ثنائي التفاعل مره حامضي ومره قاعدي. هذا الكروم الثلاثي. الكروم الرباعي، اكاسيد الكروم الرباعي اللي هو سي ار او 2 ريكوردينج تيب ب أشرطة التسجيل، و Cr03 اللي هو راديوكروم بليتنج كوروجن انهبيتر يعتبر مانع للتآكل، ومركبات ال Ni2Cr2O7 تانينج متال كوروجن انهبيتر في الأصباغ يعني في صناعة الدباغة أيضا، ومانع للتآكل.